مساء الخير، هسه بدي اعمل فيديو للانتل. الانتل اللي هو القمط اللي هي بتكون فعليا فوق الباب، يعني في باب بيكون فيه فوقه في اشي. هذا الشيء هو الانتل. الانتل هو عبارة ال اللي هو الاوبننج يعني فتحة الباب، زائد تو بي اللي هي البيرنج. يعني انا لو عندي الباب زي هيك بيكون فوقي الانتل زي هيك، ماشي. هسه هاي هي الاوبننج اللي فتحة الباب. طيب هاي الاوبننج وهاي شو اسمها، هاي البي وهاي البي، لازم من نفس الجهات ومتساوية. طيب كيف بطلعها، كيف بنطلعها؟ هسه لازم اقل اشي الاوبننج تكون 10 سنتي، ماشي. طيب لو فرضنا انه عندي، هسه بحكي لي كل 4 سنتي 4 سنتي يعني بيرنج بتعطيني 30 اوبننج. يعني انا لو عندي الاوبننج 30 بتكون 4 سنتي. طب لو كانت عدد ثاني كم البيرنج، بطلع نسبة وتناسب، ماشي. فهاي القاعدة أهم إشي، إنه كل 4 سنتي بيرنج بيكون طول الأوبننج 30، أو يعني إذا كان طول الأوبننج 30 هذيك 4 سنتي. طيب عندنا أمثلة، لو كان الأوبننج بيساوي 150 سنتي، كم البيرنج أو كم طول اللينتل الكامل؟ بنقدر نحكي، نصير نحكي له الأربعة سنتي بتعطيني 30. طيب 150 كم بدها تعطيني؟ نسبة وتناسب 150 في 4 تقسيم 30 بتطلع مع البيرنج بتساوي 20. بيرنج 20، طيب طول اللينتل بده يساوي الأوبننج اللي هي 150 زائد 2 في 20، اللي هي 190 سنتي. هذا طول اللينتل كامل. طيب فرض أعطاني سؤال ثاني، حكى لي الأوبننج 70، راح نحكس الأربعة بتعطيني 30 والسبعين بتعطيني عدد، بيطلع معي البيرنج، هاي العدد هذا اللي هو البيرنج، بيطلع معي البيرنج 9.33. هاي أقل من 10، دايما لازم أقل إشي 10 قلنا، معناته إحنا إيش بناخذ، بناخذ البيرنج 10. يعني طول اللينتل بده يساوي 70 زائد 2 في 10 يساوي 90، ماشي. مثلا أعطاني مثال، حكالي الأوبننج 90، فراح أحكي الأربعة بتعطيني 30 والتسعين تعطيني عدد، تطلع معي البيرنج 12. 12 أكبر من 10 معناته مقبول، راح أحكي اللينتل 90 زائد 2 في 12. هاي أول خطوة اللي هي طول اللينتل. ثاني إشي هسه الدبث لللينتل، اللي هو سماكة اللينتل أو عمقه، يعني الدبث العمق. راح نحكي له إنه إذا كان الأوبننج يعني فتحة الباب أقل من 120، أقل من 120 سنتي، يعني 1.2 متر، إيش بيكون الدبث مباشرة 15 سنتي، ماشي. يعني مباشرة، شفت أنا عندي الطول عندي 120 أو أقل من 120 قصدي، بيكون إيش الدبث 15. هسا إذا أكبر من هيك بنصير نعمل نسبة وتناسب. نسبة وتناسب كيف؟ لو كانت عندي الأوبننج تساوي 150، فانا شو بحكي له، 150 دائما المينيمم، يعني اقل اشي 120، بحكي 120 زائد عدد، شو العدد، 120 زائد 30، صح. طيب هسه 120 زائد 30 انا شو بعمل، هسه انا ال 120 كلنا بيعطيني دبث 15 سنتي، صح. 120 بيعطيني دبث 15 سنتي. هسه احنا شو بنعمل، بنحكي بما انه اكبر من 120 كل 2 سنتي، يعني كل 15 سنتي بزيد الدبث 2.5. كيف يعني؟ يعني انه بده يكون الدبث يساوي 15 زائد اشي بدي اعمل له نسبة وتناسب. شو الاشي اللي بدي اعمل له نسبة وتناسب؟ بقول له انه 2.5 بتعطيني 30. طيب وهاي العدد هذا 30 كم بيعطيني؟ بيعطيني 2.5. اذا الدبث يساوي 17.5. يعني مثال ثاني، حكى لي الاوبننج 170، ال 170 بدها تساوي 120 زائد كم؟ زائد 50، معناته الدبث بده يساوي 15 زائد 2.5 بيعطيني 30، وال 50 بيعطيني عدد. نسبة التناسب بطلع معي الدبث، بطلع الدبث عادي. هيك طلعت الدبث. هسه ضل علي آخر موضوع، بشرحه فيديو ثاني مشان ينبعث مسنجر.